سلس جرأة. سلس جرأة تمارس ضد مريض الضعف الجنسي في المجتمع المصري، وأنت تلاحظها وتود أن تكشف عن هؤلاء المجرمين الذين يمارسون هذه الثلاث جرائم. أكيد ثلاث جرائم ليهم أكيد مجرمين. أكيد. الجريمة الأولى. أكيد. الجريمة الأولى المروجين للأعشاب اللي هي يقول لك دي بتطول وبتطخن وبتعمل ولا ده مجرم، مجرم رسمي. ده أول واحد يتحط في دائرة الإجرام. الإجرام. ده طبعاً. المجرم الأول. تمام. ده ياخد كم سنة في رأيك؟ يعني إعدام. إعدام. أوكي متفق. ماشي إعدام. يلا. الأول. الثاني. الثاني اللي هو الطبيب الذي لا يتابع مريضه بعد العملية. ده مجرم. أنا بعتبره مجرم. ياخد كم سنة؟ ياخد لفت انتباه. لفت انتباه. يكفي. مع إيقافتين. إنه هو زميل ما نقدرش نقول أكتر من كده. يا أخي ارفع سماعة التليفون معلش. أنا عارف إن الناس بتبقى تعبانة بس معلش اعملها واتساب. المريض لن يحتاجه إلا بعد العملية. طب. قبل العملية مش محتاجه أساسا. طيب ده هنقول التاني. التالت بقى. التالت اللي هو يوجه المريض في الاتجاه الخاطئ. أنا ده متوقع إن أنت لأن أنا مثلا شايف إن مريضي مثلا النوع ده من الدعامات أفضل له يعني مثلا. لأسباب أنا بقولها له وأسباب علمية مش شخصية يعني مش عشان أنا حابب دي أو كاره دي لا أسباب علمية فألاقي مثلا سيم الناس يوجهوا في اتجاه معين لأسباب شخصية لكن مش معلنة. صديق الشركة يعني صديق الشركة خلينا ما احنا بقى في السيزون الجديد بقى صراحة يعني دورت وأبدعت. أشكرك شكراً جزيلاً على هذه الحوارية الرائعة وإن أنت سمحت لنا إن احنا نصورك يعني في تجهيزات جراحية. سعدت جداً وفريق العمل سعد جداً بالتواجد معك في المستشفى. شيء رائع جداً وتجهيزات على أعلى مستوى أرقى مستوى طلب. أظهرنا جزء منها ولسه بأجزاء جاية هتبهركم لأنه أنا ذهلت إنه غرفة جراحات الدعامة في مصر بهذه الدرجة والتقنية الدقيقة جدا وهذه التجهيزات نقدر نقول المزدهرة العلمية المعبرة عن قدرة المصريين على الوصول إلى درجة تساوي الدرجة العالمية تماما ولا تقل في التجهيز بل تزيد عن دول كثيرة جدا في العالم. ضيفي العزيز القمال الجراحية الكبير الدكتور محمد عبد الشافي أستاذ جراحات وأمراض الذكورة والضعف الجنسي بكلية الطب وزميلة أمراض الذكورة من جامعة ساو باولو عضو الجمعية الأمريكية لأمراض الذكورة. نورت الناس الحلوه وابدعت كعادتك. اشكرك دكتور. خليكوا دايما مع الناس الحلوه.